الملائكة الذين يسبحون الله إذا تكلم الله صعقوا. طبعا كل الملائكة تسبح الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا تكلم الله صعق الملائكة كلهم أجمعون، ما يبقى أحد. أول من يفيق من الملائكة جبريل، فيتكلم الله معه والملائكة مصعوقين، ما في أحد حي منهم. فيتكلم الله مع جبريل، فإذا انتهى الكلام أفاق الملائكة كلهم، صحوا صعقة مثل صعقة موسى، خر موسى صعقا، خرت الملائكة كلها صعقا، خر موسى صعقا لأن ربه تجلى على الجبل صعق موسى، ولأن ربنا يكلم جبريل تصعق الملائكة كلهم أجمعون، حتى جبريل يصعق ثم يفيق ليسمع الكلام قبلهم. فإذا أفاق جبريل وسمع الكلام فاقت الملائكة بعد ذلك، فيسألون جبريل ماذا قال ربكم، هذا سؤالهم جميعا، إيش قال ربنا، ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فتقول الملائكة جميعا قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا أذن الله لجبريل أن يخبر الملائكة أخبرهم، وإن لم يأذن له أن يخبرهم لا يخبرهم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، عليه الصلاة والسلام. اصطفاء، يصطفي الله من الملائكة من يشاء، ويصطفي من الناس من يشاء. وقد اصطفى الله آدم، اصطفى الله جبريل على الملائكة، واصطفى الله محمد صلى الله عليه وسلم على البشر، عليه الصلاة والسلام. إذن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وهذا أعظم الذكر كالصلاة، ويكون بالقلب واللسان كالتسبيح والتهليل والتكبير. وكلمة الله أكبر كما ذكرنا أكثر كلمة يرددها المسلمون على الإطلاق. أنت في حياتك في اليوم كم مرة تقول الله أكبر؟ هل عديتها ولا لا؟ خلينا نعدها. إذا أذن المؤذن كم مرة يقول الله أكبر وأنت تردد معه؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، آخر شيء الله أكبر الله أكبر. هذه أربعة في الأذان وأربعة في الإقامة، ذي كم؟ ثمانية. ثم تأتيك الصلاة، تكبير الإحرام الله أكبر، تكبير للركوع الله أكبر، تكبير للسجود الله أكبر، تكبير للرفع من السجدة الأولى الله أكبر، التكبير للسجدة الثانية الله أكبر، التكبير للرفع من السجدة الثانية الله أكبر، ست تكبيرات في كل ركعة، 12 تكبيرة في صلاة الفجر، وكم 24 تكبيرة في صلاة الظهر. عد 8 زائد 12 زائد 24 زائد 24 زائد 24 العشاء زائد نقص 6 من 24 18 المغرب. هذا فقط الفرائض، من غير النوافل، من غير تحية المسجد، من غير الضحى، من غير ركعتي الفجر، من غير من غير إلى آخره. كم طلع؟ وش هم؟ نسينا جلسة وصطفى. المهم كم من التكبير في اليوم. ومع هذا حتى في رمضان يقول إن الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حتى في السفر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا، حتى إذا صعدت وارتفعت الله أكبر الله أكبر، فإذا نزلت سبحت الله عز وجل. الله عز وجل يقول في أيضا الحج، حج كله تكبير، كله تكبير عند الطواف، أول ما تواجه الحجر الأسود الله أكبر، وعند رأس كل شوط الله أكبر، وعلى الصفا الله أكبر، وعلى المروة الله أكبر، وعند رمي الجمار الله أكبر، وعند الذبح الله أكبر، بسم الله والله أكبر. إذن التكبير ملأ الحياة حتى يكون الله أكبر من كل شيء. فلا تلتفت لغير الله، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. الله خير لكم. يوم أحد قال أبو سفيان
رضي الله عنه كان مشرك ذاك الوقت وقائد جيش المشركين، قال ارفعوا هبل، فرفعوا هبل وصرخوا، قال لنا العزى ولا عزى لكم، لنا هبل ولا هبل لكم. فالصحابة قالوا نفسنا شو نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، أعلى من هبل وأجل من هبل، وأعلى من العزى وأجل من العزى، وأعلى منكم وأجل منكم. كل هذه تعاليم. الله أكبر الله أكبر. والجهاد نسيناه، الجهاد القتال بالتكبير. مسلم يطلق الرصاص الله أكبر الله أكبر، والذي نفسي بيدي إن الله أكبر أشد على الأعداء من الرصاص ومن جميع الأسلحة. ولذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مدينة تفتح قبل قيام الساعة لا تفتح إلا بالتكبير، تفتح بالله أكبر الله أكبر، تسقط جنباتها بالتكبير. مدينة إيش؟ قسطنطينية. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.